واللقاء السابع لنادي روما مع هذا الحكم. كرة في محاولة تفكيدة قوية. جول جول جول! روما يسجل في الشوط الأول. روما يضرب كل الأرقام. روما ينطلق بسرعة الفيراري. رودي غارسيا نيالك يا عم، نيالك يا عم يا رودي غارسيا، رجل يحقق النجاح هذه المرة براسية اللاعب فلورينزي الذي يضع ثالث أهدافه في بطولة الدوري بعد هدف في مرمى ليفورنو وهدف حارس المرمى كورسي تصدى. كان متألقا في لقاء الميلان يتحمل جزء من هذا الهدف. تسديدة قوية تأتي من بيانيتش وراسية من فلورينزي. هدف تقدم يأتي بكل بعد ذلك الأمر ستعود لبولونيا لأن خصم عنيد ظهر ذلك في المباراة الماضية وأمام ميلان هنالك على أرضه هنالك في ملعب الدلارة. كرة عموما فيها محاولة تصل إلى جيرفينيو بأقدام توتي إلى ليفوري سدد. جول 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 من ملك الأسيست في بطولة إيطاليا إلى الوفد الجديد جيرفينيو. خطوات سلم الإبداع بدأ يتسلق إلى قلوب الجماهير. سجل في مباراة سامبادوريا وبصناعة جديدة من الملك توتي أعطى أمره. يجب عليك التنفيذ يا جيرفينيو. هذه الكرة شوف شوف الآن 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 في هذه المحاولة خلاص صدر الأمر. ما صدر الأمر مرسوم ملكي في اللقطة الماضية بأقدام توتي إلى جيرفينيو. سجل سجل جيرفينيو هدف ثاني لمصلحة روما. انفجر الإبداع في اليوم الأول أو في الشوط الأول من خلال هذا اليوم. أم ينتظر الرومانيستا كثير كامل محيطها في اللقطة الماضية. محاولة ملعوبة في منطقة الجزاء. جول جول فين الكالتشيو مهدي بلطية وعلى طريقة التايكوندو في اللقطة الماضية طار بروما وبالهدف الثالث مهدي يسجل لجولات عشر متتالية. أمر صعب جدا، نعم صعب جدا، لكنه ليس بالمستحيل. فروما من خلال الأداء المقدم في هذا الموسم قادر على أن يفعل ذلك ويحطم رقم يوفنتوس في موسم 2005. كرة جول 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 نجوم عاصمة روما، نجم نجوم العاصمة هنا في هذا اللقاء في الأولمبيكو. جيرفينيو ينفجر يسجل ثاني أهداف في الأولمبيكو بعد ما سجل في الأسبوع الماضي خارج المعقل الكبير. يتقدم ويضع الهدف الرابع لروما. رباعية نظيفة لروما وصلت إلى جيرفينيو. شوف المرور في اللقطة الماضية مر الأفريقي فيلم آخر استعادة ذكريات دروغبا. مر تقدم فجر طاقته في الأولمبيكو فجر طاقته في الأولمبيكو. أوه يا جيرفينيو أوه يا جيرفينيو يسجل الإيفواري ويضع الكرة في الشباك ليعلن التقدم بأربعة أهداف نظيفة لمصلحة نادي روما. وبالمناسبة بالمناسبة الانتصار الخامس الآن لنادي روما مقابل خسارتين فقط في الجانب المقابل سبع مباريات. وهذه المباراة الثامنة الكرة فيها فرصة لهدف خامس. محاولة ملعوبة خطيرة يا آدم ليايتش إلا أن ينهي هذه الأمسية الجميلة ويضع بصمته على لوحة روما بكامل الإبداع والتألق بأقدام فنان بريشة مبدع لا بيكاسو ولا دافنشي. آدم ليايتش يا عيني يا عيني عليك يا ليايتش. الكرة الماضية وصلت إلى آدم ليايتش يضعها. أوه.
الاستمتاع بلوحة في غاية الجمال تأتي عن طريق ليايتش بانتصار تاريخي للمرة الأولى في تاريخ